هاي، لما بنحكي عن جراثيم دغري بتخطر عبالنا الحمامات والمراحيض كالمكان الأكثر تلوثاً، بس هالشي منه عطول صحيح. وفي 5 أغراض نستخدمها باستمرار تحتوي بالعادة على تركيز أعلى من الجراثيم. هواتفنا الذكية مثلاً تحتوي بحسب دراسة لجامعة أريزونا على حوالي 10,000 بكتيريا بمعدل 10 مرات أكثر من المراحيض. تابلتس كمان الجادجتس يلي بيحتوى على ملوثات خطرة، فأحدى هالألواح احتوت على 600 وحدة من الستافيلوكوكسوريوس. أجهزة التحكم بالألعاب الإلكترونية بتحتوي على بكتيريا بمعدل 5 مرات أكثر من المرحاض من بين الإيكولي. الكيبورد ممكن يتفوق على مرحاض بمكان عام بتركيز البكتيريا ب3 مرات بمعدل 465 بالسنتيمتر المربع. مين قال إنه أجهزة التحكم عن بعد ممكن تكون أنظف من المراحيض بالأماكن العامة، بس على الأكيد مش أنظف من المراحيض بالبيوت؟ أنا قال، شوفكم بكره.